الفيديو ده انا عاملاه مخصوص علشان الكريم بتاع نوفاج اللي هو الماسك الليلي. طبعا انا بقالي كتير جدا بستخدمه، بقالي اكتر من سنة، فحبيت برضو ان انا يعني اكون مجرباه كويس قوي قبل ما اتكلم عنه. المنتج ده من اوريفليم، من اللاين بتاع نوفاج. بصوا هوريكم الكريم من جوه وهقول لكم طبعا هو بيعمل ايه. ده شكل الكريم من جوه اهو. طبعا هو اصلا ماسك ليلي مش كريم يومي، يعني مش بنستخدمه كل يوم، بنستخدمه 3 مرات بس في الاسبوع بعد تنظيف البشرة، تكون البشرة متنظفة كويس جدا ونستخدمه. اهم حاجة يعني النور يكون مطفي بالليل، تنامي في الضلمة. بيعمل ايه؟ هو معمول عشان اصلا النضارة وعشان الترطيب. طبعا البشرة وخصوصا في الشتاء وفي جو البرد بتبقى ناشفة جدا ومحتاجة ترطيب، واحنا طبعا بننسى نشرب مية، فبتلاقوا عليها عامل زي قشور كده وبيبوظ شكل الميك اب. لما تيجي تحطي ميك اب الصبح او بالليل او اي حاجة بتلاقي الميك اب اصلا باظ، ما بيقعدش اكتر من 5 دقايق او 10 دقايق بتلاقي الميك اب باظ معاكي. فطبعا ده بسبب ان البشرة نفسها مش جاهزة لانك تستخدمي لها ميك اب. ف ده بنستخدمه مش قبل الميك اب، بنستخدمه قبل النوم 3 مرات بس في الاسبوع، بنحطه على بشره نظيفه. هو اول حاجه بتتحط على البشره النظيفه، وبعد كده نقدر بقى نستخدم فوقه عادي جدا اي كريم مرطب اللي انتي بتستخدميه. يعني انا مثلا بستخدم الكريم ده من ايفون بار، من اوريفليم سوري. هو انا بحب شخصيا الكريمات الخفيفه اللي مش بتبقى تقيلة على البشرة عشان بشرتي تمتص الكريم بسهولة ويبقى خفيف ومش بيلزق على الوش. فأنا طبعا وكلنا أكيد بنكره التلزيق، ودي حاجة. تاني حاجة هو طبعا ده مناسب لكل أنواع البشرة، وده كمان مناسب لكل أنواع البشرة. ده معمول عشان التفتيح، فأنا عشان بيطلع لي حبوب والحبوب بتروح وتسيب بقع مش عارف ايه، فالبقع بتاخد وقت كبير جدا عشان تروح لوحدها لو انتي هتسيبيها يعني تروح لوحدها. بس لما بنستخدم كريم تفتيح، كريم التفتيح بيساعد على ان يعني الموضوع يبقى اسرع شوية، ممكن 2 3 شهور ولا حاجة وتلاقي البقعة خلاص راحت. الكريم اللي هو الماسك الليلي بتاع نوفاج ده برضو بيساعد على تفتيح البشرة والبقع، بيوحد لون الوش لو انتظمتي عليه، بيخلي بشرتك عاملة زي بشرة البيبي. تلاقي وشك منور، يعني انا اليوم اللي بحطه فيه تاني يوم بصحى الاقي وشي منور، ممكن انزل خلاص من غير ميك اب، يعني ممكن احط لبستيك مثلا او كحل وخلاص والموضوع يبقى انتهى. من اول سن مثلا يعني 18 سنة 19 سنة نقدر نستخدم المنتج ده عادي، مفيش اي مشكلة. قبل كده طبعا البشرة بتبقى لسه طفلة قوي، فمش بتبقى محتاجة عناية قوية زي ده، لانه ده فيه فيتامينات كتير جدا وحاجات للبشرة ومش عارف ايه. فكمان بيركز على ان لو في خطوط تحت العين بداية تجاعيد، بيحمي البشرة من التجاعيد، بيحمي البشرة من البقع والحاجات دي والحاجات اللي بتحصل بسبب الجو. تمام، انا شايفة ان هو حاجة مهمة جدا للبشرة بعد التنظيف ان احنا نرطبها كويس قوي. في الشتاء طبعا احنا بنستخدم كريم مرطب دايما كل يوم قبل النوم، ده لازم. لازم تشربوا مية كتير، تحاولوا ما تقعدوش في إضاءة عالية كتير بالليل على قد ما تقدروا، يعني النوم لازم يكون في ضلمة خالص، ما تولعيش أباجورة جنبك وانت نايمة وانت حاطة كريم تفتيح، هيجيب معاكي نتيجة عكسية. فيعني لو انت ما بتعرفيش تنامي غير في النور يبقى ما تحطيش بقى كريم، لان كده الموضوع عندك هيبقى مش صح خالص ومش مظبوط. الناس بقى اللي عندها خطوط تحت العين، احنا مش بنحطه مباشر تحت العين، يعني في الجفن اللي هو اللي فوق العين ولا الحتة الصغيرة خالص اللي تحت العين مباشرة، لا احنا عندنا عظمة كده تحت العين، لو حسستوا تحت عينيكوا هتلاقوا عظمة كده، دي نحط عليها الكريم عادي مفيش مشكلة. تمام، وانتي بتحطي بقى قد ايه كريم؟ عشان في ناس بتحط بالكيلو، يعني مش ببقى فاهمة انتوا بتعملوا ايه بصراحة. فاحنا ناخد كده بالظبط الحتة دي، ماشي اهي الحتة دي على خد، تمام، ونحط حتة زيها كمان على الخد التاني، وحتة على الدماغ، وحتة على يعني على الدقن كده. تمام، بس قد دي بالظبط اهو.
الكريم الصغنن ده هو سعره مش رخيص قوي، سعره يعني اغلب الوقت بيعدي ال200، ولما بينزل عليه عروض بيبقى اقل من 200، تمام. بس هو مش خسارة فيه فلوس خالص، وده هو يعتبر كده مش غالي قوي يعني، كلنا نقدر نشتريه، بس لانه بيقعد فترة طويلة اكتر يعني، سوري طويلة قوي يعني، ده مثلا بقاله عندي 6 7 شهور، وده تاني مرة اشتريه، لان بصراحة مش بقدر استغنى عنه ابدا، بيفرق معايا، تمام. اهو هو طبعا ريحته حلوة قوي قوي، انا هوريكو البشرة قد ايه بتمتصه بسرعة جدا، بسرعة رهيبة، وهوريكو فرق ايدي اللي حطيت عليها الكريم، وفرق يعني شفتوا النقطة دي، كفة ايدي كلها، بصوا الفرق، اتوقع فرق باين جدا، ايدي دي بقى فيها نضارة وترطيب، اوكي، وايدي دي لسه ناشفة لان لسه كنت غسلاها بمية ساقعة، فطبعا في فرق بين الايد الاتنين. اي حد بقى محتاج يسأل عن اي حاجة بخصوص الماسك الليلي ده، اي حد جربه حابب يكتب في الكومنتات، اكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم فيه، وبرده اللي هيجربه بعد الريفيو يقول لي رأيه فيه ايه، وطريقة الاستخدام انا وضحتها زي ما قلت لكم، بعد تنظيف البشرة كويس جدا بيتحط بالليل في الضلمة، وممكن تحطي فوقه كريمك المرطب اللي انتي بتستخدميه كل يوم، او ممكن تستخدميه لوحده. ما تنسوش تعملولي سبسكرايب، باي باي.